السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة أكلمكم عن مادة أو مواد بناكلها وبنحبها كلنا وتقريبا مشهورة جدا في كل أنحاء العالم. المادة دي هي إيه؟ المكسرات. نات، المادة دي اللي هي المكسرات مشهورة طبعا في كل أنحاء العالم، وبتعتبر أكلة احنا كنا متعودين نسميها تسالي. هي الحقيقة مش تسالي، هي مواد غذائية هامة جدا للجسم، لكن احنا تعودنا خصوصا المصريين ان دي تسالي. يعني لما كنا نروح سينما زمان واحنا صغيرين، سينما، مسرح، نقعد على كورنيش النيل، كورنيش الشاطئ اسكندرية، او اي حتة نلاقي البياع ايه ماشي بالفول السوداني وما الى ذلك، الفول السوداني واللب وما شابه، ماشي تسالي تسالي يا مدام، تسالي يا استاذ. حتى لما كنا مثلا اصحاب واحد معاه شويه فول سوداني ولب وبتاع يقول لك خد خد اتسلى، فكنا دايما بننظر لها على انها تسالي. لكن الحقيقه هي بالرغم انها اكله جميله وممتعه وبالتالي قلنا عليها تسالي، الا ان ليها قيمه غذائيه عاليه جدا ومهمه جدا جدا. الأمثلة بتاعتنا المشهورة للمكسرات الفستق، ها، البستاشيوس، والوالنات اللي هو الجوز، والكاجيو أو الكاجيو، والألمونز اللي هو اللوز، والفول السوداني. طبعا ده أرخص واحد فيهم، ولو إنه ممكن يكون من أفيد المكسرات جميعا. المكسرات طب إيه هي بقى الفايدة بتاعتها؟ المكسرات ديت من كلهم يعني مشتركين في مشتركين في ان فيهم هذه المكونات اللي على اليمين: كثير من المعادن والفيتامينات، كثير من الدهون المشبعه، كثير من البروتينات، كثير من الالياف، قليل من الكربوهيدرات، المواد الكربوهيدرات لو كاربس، وكثير من مضادات الاكسده. الفيتامينات اللي موجوده في بصفة عامة، احنا بنتكلم عن المكسرات كلها بصفة عامة، هي متشابهة إلى حد كبير، في اختلافات بسيطة من بين كل نوع والتاني. فالمكسرات بصفة عامة فيها فيتامينات A، C، فيها C، وفيها B، وفيها K، وفيها E. ديت فيتامينات. C طبعا معروف، ده C أنتي أوكسيدنت، وبيدخل في شفاء الأنسجة، وبيدخل في تركيب او مهم لعمل كثير من الهرمونات والانزيمات وما الى ذلك. كي عشان الناس بيحافظينه، فيتامين ب عشان التكوين الدي ان في الخلايا، وعشان الخلايا العصبيه والالياف العصبيه وكرات الدم الحمراء. اي معروف طبعا، ميرا اي، ده عشان الجلد وجمال الجلد وصحه الجلد. برضو كثير من المعادن، أهمها الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم. الزنك والبوتاسيوم ماشي، والمغنيسيوم. البوتاسيوم كلنا عارفين أهمية البوتاسيوم، وبأنه بيدخل في كثير من العمليات التمثيل الغذائي وتركيبة الإنزيمات وما إلى ذلك. الزنك مهم جدا لمرضى السكر، مهم جدا للأنسجة، مهم جدا للعضلات وتكوين العضلات، بيساعد على تكوين الأنسجة بشكل سليم وعلى إصلاح الأنسجة، الجروح، حروق، الحاجات دي. ماشي، يبقى إذن في كثير من المعادن وكثير من الفيتامينات. في دهون، صحيح هو في دهون، ولذلك كان سمعته وحشة زمان قبل ما الأبحاث تثبت إن الدهون اللي فيه كلها من نوع الغير مشبع، ما فيهوش كوليسترول، معظمهم ما فيهمش كوليسترول، وفيهم دهون غير مشبعة. الدهون الغير مشبعة ديت اللي بتساعد على عمل الكوليسترول الجيد اللي هو DHL، وترفع من مستواه، وبالتالي بتحمي الشرايين وبتحمي الجهاز القلبي. في ايه تاني؟ بروتينات، امينو اسيد، اسينشال امينو اسيد موجود، وده ليه اهمية كبيرة لان احنا محتاجين الامينو اسيد في تكوين الانسجة والعضلات، وبيدخل في تركيب الخلايا. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للناس اللي عايزة تخس، عشان كده المكسرات بتعتبر طريقة جميلة ومسلية ولذيذة لفقدان الوزن، لأن بتديك إحساس بالشبع، بتديك إحساس بالشبع، وفي نفس الوقت الجسم، الدراسات أثبتت إن الكالوريز اللي موجودة في المكسرات هي فيها كالوري عالي،
الجسم ما بياخدهاش كلها وما بيستفيدش منها كلها. فإذا أجريت أبحاث كتيرة على ناس لقوا إن اللي بيتناول مكسرات بصورة دايمة في أكله أكثر قابلية لأنه يفقد وزنه أسرع من غيره. الألياف طبعا، الألياف وأهميتها للجهاز الهضمي موجودة بكثرة في المكسرات. قليل الكربوهيدرات، ما فيهاش كربوهيدرات، ودي برضو ميزة للي عايز يفقد وزنه، وميزة لكل إيه لمرضى السكر وحماية الجهاز الدموي والشرايين والقلب. والأخير بقى بالنسبة لهذه الأمور إن فيها كثير من المضادات الأكسدة، وخاصة حاجة اسمها البوليفينول، ودي مضادات الأكسدة دي كلها معروفة أهميتها في الحماية من الأمراض وخاصة السرطان. نيجي بقى نقول ملخص فوائد هذه المكسرات على الصحة. إيه فوائدها على الصحة؟ مجموعة من الحالات الصحية اللي بنستفيد فيها من تناول المكسرات. صحة الشرايين والقلب. صحة الشرايين والقلب ليه؟ عشان وجود الدهون غير المشبعة. الدهون غير المشبعة بتساعد تكوين الكوليسترول الصحي الجيد وتقليل نسبة الكوليسترول الضار. والحماية من الأمراض والسرطانات قلنا ديت إيه؟ بسبب وجود مضادات الأكسدة. الجلد بسبب وجود إيه؟ فيتامين إي. فيتامين إي بيساعد على حماية الجلد وصحته، وإن يبقى الواحد عنده جلد كده نضر، بشرة نضرة وجميلة. الدماغ وخصوصا البيناتس. البيناتس ديت معروفة قوي كلهم، بس بصفة عامة البيناتس معروفة بأهميتها أو بمفعولها في تحسين وظائف الدماغ. النزف التجلط، طبعا فيتامين كي مهم في عملية النزف التجلط. فيتامين كي قلنا موجود في البيناتس وخصوصا في الكيوان في الفستق، وده مهم جدا في عملية الناس والتجلط. ومن هنا لقينا نقدر نفهم ان النتس بصفة عامة، المكسرات بصفة عامة، مش بس حاجة نقزقز فيها ونتسلى ونضيع وقت، لا دي مادة غذائية مهمة جدا جدا. واي واحد بيتبع اسلوب الحياة الصحي لازم يشمل في وجباته المكسرات، يستبدلها يعني يستبدل الحلويات بالمكسرات. المكسرات مفيدة زي ما احنا شايفين وملهاش أضرار أبدا، فممكن نستبدل الحاجات المسكرة بالمكسرات، منها ده احنا بنتسلى ومنها احنا ايه بنتغذى. دلوقتي بعد انتهاء الفيديو، اذا كنتوا شايفين ان الفيديو مفيد، اللي ما اشتركش يعمل الاشتراك عشان تجيله دايما الفيديوهات اول باول، واعمل لايك للفيديو، واذا كنت شايفه مفيد للغير اعمل له شير، يعني انشره لاصحابك واصدقائك. وفي نهاية الفيديو اقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.